وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تحنيك المولود وما كيفية ذلك؟ سنة. تحنيك المولود سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها فائدة عظيمة للطفل، ومن فائدتها أن أول ما يدخل ريقه ويذوقه الشيء الحلو، ولهذا أفضل ما يحنك به التمرة، يعني توضع في الماء ويؤخذ الماء الحلو الذي امتزج بالتمرة ويدلك به حنك الطفل، ولهذا يسمى هذا الصنيع تحنيكا، يدهن به الحنك فيتذوق الطفل ويكون أول ما يدخل إلى جوفه وريقه التحنيك. وأيضا لو أن والد الطفل أو والدته مضغت التمرة ثم أخذت من ريقها الذي أصبح حلوا بطعم التمرة وحنكت به الطفل، فأيضا هذا العمل صحيح. وكان في زمانه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالصغار والأطفال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته لما جعل الله سبحانه وتعالى في ريقه وعموم بدنه من بركة خاصة ليست لغيره. ولهذا نص العلماء أن هذا العمل لا يجوز فعله مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يذهب مثلا الأب بطفله إلى شيخ أو عابد أو نحو ذلك ويطلب منه أن يحنك تبركا بريقه، هذا لا يجوز، لأن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وعموما فيما يتعلق بالطفل وتحنيكه والسنن والآداب التي تتعلق به، ينصح في هذا الباب بقراءة كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للإمام ابن القيم، فإنه كتاب نافع جدا في بابه، وفي فوائد عظيمة يحتاج إليها الأب والوالدة. نعم.